نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ننتصر أو نموت، ننتصر أو نموت. كانت هذه العبارة أشهر ما روي على لسان أشهر مقاوم في التاريخ العربي، شيخ المجاهدين وشيخ الشهداء وأسد الصحراء، المجاهد الليبي وقائد الحراك الشعبي ضد الاحتلال الإيطالي، الثائر والقائد الذي استحق الاحترام من أعدائه قبل أصدقائه. 20 عاما من المقاومة ومن المعارك قادها بنفسه، ألحقت خسائر فادحة في صفوف الطليان، لتعلن الحملة الإيطالية مكافأة لمن يقبض عليه حيا أو ميتا بعد فشل جميع المفاوضات معه. 20 عاما من النضال انتهت باعتلائه منصة الإعدام عن عمر ناهز 70 عاما، ليفنى جسده ويبقى اسمه رمزا حتى بعد 90 عاما من استشهاده. إنه عمر المختار، شيخ المجاهدين العرب. في ناحية البطنان التابعة للبرقة في الجبل الأخضر، ولد شيخ المجاهدين عمر بن المختار ابن عمر المنفي الهلالي، وذلك في 20 من آب من عام 1858. ويختلف المؤرخون في تاريخ ولادته، فالبطل الذي عرف باسمه وجهل الناس الكثير عنه، لم يوثق التاريخ الكثير من تفاصيله قبل إعلان الثورة والجهاد ضد الطليان، إلا أن المعروف عنه نشأته الطيبة واهتمامه بتعاليم الدين منذ الصغر. فمنذ ولادة المختار ألحقه والده بالحركة السنوسية القائمة على تعاليم القرآن والسنة النبوية. توفي والده وهو في طريقه لأداء فريضة الحج، ليتعهد بتربيته من بعدها عمه الشيخ حسن، الذي أدخله في مدرسة لتعليم القرآن الكريم في مدينة الزاوية، لينتقل من بعدها إلى المعهد الجغبوبي الذي كان له التأثير الأكبر في حياته. فلم يكتف المختار بتعلم القرآن الكريم وأصول الدين، بل توجه للدعوة وهو في سن صغير، الأمر الذي أكسبه قدرة على التأثير في الناس وقيادة الجموع دون أن يبلغ 20 من عمره. 8 سنوات قضاها عمر المختار في معهد الجغبوب الذي كان منارة للعلماء والأئمة الليبيين، تمكن من خلالها من التعرف على عادات وتقاليد ومواقع تواجد القبائل الليبية، ليقرر من بعدها محمد المهدي السنوسي زعيم الحركة السنوسية اصطحاب عمر المختار معه في رحلاته، والتي كانت أولها في عام 1895 إلى مدينة الكفرة، ومن ثم إلى مدينة قرو غربي السودان، وعين هناك شيخا ونائبا عليها. بداية المقاومة. مع بداية الاحتلال الفرنسي للتشاد عام 1900 ميلاديا، والتي كانت وقت ذاك ضمن الأراضي الليبية، نشأت العداوة بين السنوسيين والفرنسيين، فاختير عمر المختار قائدا لكتائب المقاومة هناك، وبلغ عدد المقاتلين معه 4000 مقاتل. وبعد عامين أرسل السنوسيين في طلبه، وذلك بعد وفاة محمد السنوسي، إلا أن المختار لم يتوقف عن محاربة المحتلين مع عودته، حيث حارب جيوش الانتداب البريطاني على الحدود المصرية الليبية، وقاد معركة السلوم عام 1908. كل تلك المعارك ما كانت إلا تحضيراً للمعركة الكبرى في حياة عمر المختار. ففي عام 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، وبدأت بإنزال قواتها في مدينة بنغازي، ليعلن حينها المختار الحرب على الطليان، حيث شكل قوة في زاوية القصور تعدادها 1000 مقاتل، وأسس أول معسكر في المنطقة، وأعلن انضمام قواته للجيش العثماني لمحاربة الطليان. وفي عام 1912 عقدت الدولة العثمانية معاهدة لوزان مع الإيطاليين، والتي تنص على انسحاب العثمانيين من ليبيا ووقف توريد السلاح إليها مقابل وقف الحرب بين الطرفين، ليرفض المختار هذه المعاهدة ويطلب من العثمانيين إبقاء السلاح والذخائر ليحارب بها القوات الإيطالية، لكن العثمانيين رفضوا لأن هذا الأمر يناقض شروط الصلح. فما كان من الثوار إلا أن أعلنوا الحرب ضد العثمانيين أيضا، فوقعت بعض المناوشات بين الطرفين. أسد الصحراء.
مع بداية الغزو الإيطالي تولى أحمد شريف السنوسي قيادة المقاومة الليبية في مدينة البرقة، وكان عمر المختار حينها القائد الثاني في الحركة، إلا أن أحمد الشريف انتقل لمصر فاستلم القيادة من محمد إدريس السنوسي، وشهدت هذه الفترة أعنف مراحل الصراع ضد الطليان، وقد تركزت غارات وهجمة عمر المختار على منطقة درنة وكبد الطليان فيها خسائر فادحة، ولم يمض سوى عامين حتى تعرضت المقاومة الليبية لانتكاسة نتيجة للقحط الذي أصاب البلاد، كما استولى الطليان على أغلب مناطق برقة. في تلك الفترة بدأ أحمد السنوسي الإغارة على البريطانيين في مصر، وطلب المساعدة من المختار مرة أخرى. لبى عمر المختار النداء هناك، إلا أنه عاد لاحقاً إلى ليبيا لاستئناف معاونته لإدريس السنوسي في حربه ضد الطليان، وبدأ بشن الغارات الخاطفة على ثكناتهم ومواقعهم، فلمع اسمه حينها بكامل الأراضي الليبية وانضمت إليه العديد من القبائل. وخلال 8 سنوات من الحرب حدثت العديد من الاجتماعات والمعاهدات بين السنوسيين والإنجليز في مصر وبين السنوسيين والإيطاليين في ليبيا. ففي عام 1922 عقد إدريس السنوسي صلحاً مع الإيطاليين، الأمر الذي أغضب عمر المختار ومن معه، مما دفع إدريس السنوسي للعدول عن قراره ونقض المعاهدة، كما عين المختار قائداً للحركة العسكرية ضمن الأراضي الليبية. استمر عمر المختار في مقاومة الاحتلال بالاعتماد على حرب العصابات، فكانت كل الغارات التي يقودها لا يتجاوز عدد المقاتلين فيها 1000 مقاتل مزودين ببنادق خفيفة، وكانت تعتمد على الإغارة بشكل سريع وخاطف ومن ثم الانسحاب لعمق الصحراء دون ترك أي أثر، مما أعطاه الأفضلية دائما. فالجنود الإيطاليون لم يكونوا معتادين على الصحراء وحروبها، بالإضافة لحرارة ليبيا وجفافها، الأمر الذي أشعل الرأي العام في إيطاليا لضعف جيشها وعدم قدرته على القضاء على الحركات الشعبية التي لم تنتهي إلا بأسر المختار وإعدامه. أسر شيخ المجاهدين. معارك ومعارك خاضها عمر المختار ضد الطليان، كر وفر وهجمات سريعة استمرت لمدة 20 عاماً، كبدت الإيطاليين الكثير من الخسائر، فكل التنازلات والعروض التي قدمها المحتل كانت دون جدوى، وكل معارك السيطرة التي تناوب فيها العديد من القادة الطليان باءت جميعها بالفشل. وفي 11 من أيلول من عام 1931 توجه المختار مع رفاقه لزيارة ضريح الصحابي رويفع بن ثابت في مدينة البيضاء، فلاحظت فرقة الاستطلاع تحرك المختار مع أصحابه، فأمرت القيادة الإيطالية فصائل من المرتزقة والعملاء الليبيين والإريتريين بمطاردة المختار والاشتباك معه في واد قرب عين اللفو، وبعد اشتباك طويل قبض على شيخ المجاهدين. نقل المختار وهو مكبل بالسلاسل إلى سجن بنغازي، وفي محاكمة شكلية نظمتها القوات الإيطالية بعد 4 أيام من اعتقاله صدر حكم الإعدام بحقه. وفي صبيحة اليوم التالي اعتلى المختار منصة الإعدام على مرأى الناس، فاحتشد آلاف ليشهدوا نهاية الجسد وبقاء الرمز. أعدم المختار دون أن يغطى رأسه وهو في 73 من عمره، ليشهد الجميع ثباته وقوته حتى لحظاته الأخيرة، وقد كان بطلاً جسوراً أعجز الطليان وحياه قائدهم تحية عسكرية، لتدور الأيام وبعد عدة عقود ليظهر المختار من جديد في فيلم أسد الصحراء للمخرج مصطفى العقاد، الذي جعل من المختار رمزاً عالمياً بعد أن كان رمزاً عربياً. وأنت هل تعرف رمزاً آخر سطرت بطولاته كما المختار؟ أخبرنا عنه في التعليقات.